بالنافذة الواحدة في محافظة ذقار باستثمار محافظة ذقار لكي يتم على أقل تقدير تسهيل امور الاستثمار. لانه اليوم الاستثمار مهم جدا لامتصاص البطاله، الاستثمار مهم جدا للقضاء على ازمه السكن، الاستثمار مهم جدا لخلق مجالات ترفيهيه لنا ولعوائلنا، ولكن الان احنا ما نعرف وين السبب، فالسبب بعقد هاي الندوه هو لمعرفه من هو المسبب، هل هو الاستثمار وكيف نعالج هذا؟ هل هو المستثمر وكيف نستبعد المستثمر الحقيقي من المستبعد ونعرف المستثمر الحقيقي من المستثمر الوهمي؟ توجد خارطه استثمارية واضحة، لأن إحنا لو امتلكنا خارطة استثمارية وقرار جريء وفككنا بعض المشاكل اللي تواجه المستثمرين لارتقينا في مصافي الدول المتقدمة، وأهم مثال على ذلك هو مدينة أربيل، لأن هنالك قرار شجاع وقرار سياسي شجاع يريد أن يطور مدنه ويريد يطور حياة الإنسان اللي ساكن، فنشوف ماكو مشاكل في أربيل. ليش؟ لأنه قرار شجاع، نسبة الفساد قليلة، تعاون الحكومات المحلية مع المستثمر، تعاون الدوائر المعنية، ولذلك أكو حلحلة، والمستثمر هو عنده كفاءة مالية ويعمل بصورة صحيحة. أما في مناطقنا واحد من أهم المشاكل الاستثمار النهوة العشائرية، القوامة، فساد الدوائر، عدم تعاون الحكومات المحلية، وأيضا في المستثمر نفسه بعض المستثمرين ما عندهم كفاءة مالية ولا عندهم مقدرة على إنجاز المشاريع، فلذلك يعرضون الفرص الاستثمارية إلى البيع وإلى المداولة بالأسواق، هنا يتعثر الاستثمار. فنحن بحاجة إلى قرار شجاع، قرار يضع النقاط على الحروف ويساهم في نجاح الاستثمار. حضرنا اليوم ندوة حوارية، وكانت صراحة ندوة امتازت بالشفافية والصراحة والجدية مع الحكومة المحلية والإخوان الإعلاميين. ناقشنا المعوقات، السلبيات والإيجابيات، الحلول، المعوقات والحلول للنهوض باستثمار في محافظة ذقار. حاليا متوجهين لمتابعة الفرص الاستثمارية السابقة، سحب التراخيص الغير عند المستثمر الغير جدي، متابعة الأمور الأخرى، دعم المستثمر الحقيقي بإذن الله تعالى. احنا متوجهين هذه القضية بإذن الله، يعني اليوم سوف تكون هنالك بالقريب العاجل سوف يكون استثمار حقيقي في ذقار إن شاء الله. من خلال ما طرح اليوم في هذه الندوة بخصوص الأخطاء والمشاكل في هيئة الاستثمار، حقيقة كإدارة محلية في محافظة ذقار لجأنا إلى أهم فقرة هو تغيير إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة، ونأمل أن تكون هذه الإدارة على مستوى التحديات بوضع خطط حقيقية لمعالجة هذه المشاكل بالاتفاق وبالتشاور مع محافظة ذقار ومع مجلس الإدارة ومع الاختصاصيين الاقتصاديين، لكي يتم على أقل تقدير الارتقاء بالواقع الاستثماري في محافظة ذقار وتحويلها من مدينة ميتة استثماريا إلى مدينة استثمارية حقيقية جالبة إلى رؤوس الأموال. على قولة هنم مفصلة على قدة وأرباح جاهزة وكذا، ويخسر الدولة ما يرضى.